على مر السنين ارتبطت كلمة تجميل بالجراحة، لكن في العهد الحديث دلوقتي ممكن نقدر نعمل تجميل بدون جراحة. نتكلم النهاردة عن تظبيط الأنف بدون جراحة. الأنف بيدي مظهر جمالي جدا للوش لو مقاساته مظبوطة. إزاي أقدر أعمل مقاسات مظبوطة للأنف بدون استخدام الجراحة؟ أول حاجة، في بعض الناس بيبقى القطاع الجانبي البروفايل بتاعهم من الجنب بيبقى فيه بروز عظمي لعظمة في الحاجز الأنفي. ممكن ان استخدام الفيلر نعيد تشكيل المنطقه دي ونعيد تشكيل الحاجز الانفي لما نحقن فيلر في المكان ده. التب بتاعت النوز اللي هي البروز بتاع النوز الانف ممكن نعمل له تدوير وتنحيف المنطقه دي عن طريق استخدام الفيلر، بنعمل تب جديده او بروز جديد باستخدام الفيلر. الحجم بتاع الانف نقدر نتحكم فيه باستخدام الخيوط. كمان الحاجز الانفي ممكن نرفعه لفوق عن طريق استخدام الخيوط. استخدام البوتوكس ممكن يديك شكل كويس جدا بتضييق الانف عن طريق استخدام البوتوكس. في بعض الناس بتعاني ان الانف بتاعهم بيكون مقلوب شويه او نزل لتحت. استخدام الفيلر مع البوتوكس الاثنين مع بعض ممكن نرفع النزله بتاعه الانف من الجانب ونرفعها الى اعلى.